بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في دورة تصميم برنامج سوبر ماركت. لقد تناولنا أغلب الدروس النظرية حول تصميم قاعدة البيانات لبرنامج سوبر ماركت في منتدى فيجوال بيزك لكل العرب، على أمل بعد الانتهاء من تصميم القاعدة الانتقال إلى مرحلة الفيجوال ستوديو، تصميم المشروع داخل أيضا الفيجوال ستوديو. وصلنا أخيرا إلى جدول إدارة المستخدمين وأيضا إلى تعقب عمليات المستخدمين، العمليات التي ستنفذ من قبل المستخدم من خلال نوافذ الإدخال التي ذكرناها في المشاركة الأخيرة في المنتدى. وقلنا لكي نستطيع تعقب هذه العمليات التي تنفذ من قبل المستخدم، لابد من الاستعانة بخدمة التريجرز. خلينا أولا نبلش بتعريف هذه الخدمة. التريجرز هو عبارة عن إجراءات تنفذ عند حدوث تغييرات على الجدول أو مجموعة جداول في قاعدة البيانات. بطبيعة الحال هذه الجداول سوف تتأثر أو سوف يتم التأثير عليها من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها مثلا مثل الإنسيرت والأبديت والديليت، هي أهم الإجراءات. التريجر سوف ينفذ أو سوف ينطلق بعد تنفيذ هذه الإجراءات. خلينا أولا نجي نجزء التعريف. عندنا التغييرات بالتعريف وعندنا الإجراءات وفي عندنا الجدول. التغييرات، قلنا التغييرات شو هي؟ التغييرات اللي ممكن تأثر على الجدول مثل الإنسيرت مثلا، إضافة بيانات جديدة إلى الجدول، مثل الأبديت مثلا، تحديث بيانات أصلا هي موجودة في الجدول يتم التعديل عليها، وأخيرا الديليت. طبعا في الكثير من الإجراءات التي تؤثر على الجدول، ولكن أهمها هو الإنسيرت والأبديت والديليت. أما بالنسبة للإجراءات، الإجراءات المتعلقة التي ستنطلق بعد حدوث التغييرات، الإجراءات المتعلقة بالتريجرز، والتي أعيد وأكرر التي ستنطلق بعد حدوث التغييرات أو سوف تأخذ الإيعاز بعد حدوث التغييرات على الجدول. طيب ما هذه الإجراءات؟ ما هي هذه الإجراءات؟ عفواً، أنواع أو إجراءات التريجرز. طبعاً عندنا الكثير من الأنواع، أنا سوف أذكر فقط ثلاثة أنواع. هناك أكثر من هذه الأنواع، يعني في عندنا هون الفور انسيرت والفور أوبديت والفور ديليت، في عندنا أيضاً البيفور انسيرت والبيفور أوبديت والبيفور ديليت، ولكن نحن سوف نتحدث فقط عن ثلاثة أنواع. أولاً الفور انسيرت هو طبعا إجراء متعلق بالتريجرز، سوف ينطلق هذا الإجراء أو سوف يتم تنفيذ هذا الإجراء المتعلق بالتريجرز بعد عملية الإضافة، يعني عندما يقوم المستخدم بإضافة بيانات جديدة إلى الجدول مباشرة بعد عملية الإضافة سوف ينطلق الإجراء المتعلق بالتريجرز وهو الفور انسيرت. ويمكن كمان نستبدل بدل الفور، يعني بدل الكيورد اللي هي فور، نستخدم محلها الافتر، يعني افتر انسرت، يعني بعد عملية الادخال او بعد عملية اضافة بيانات جديدة الى الجدول. الاجراء الثاني في التريجر هو الفور ابديت، وهو او ايضا ممكن نسميه الافتر ابديت، وطبعا سوف ينطلق هذا الاجراء بعد اجراء عملية تحديث من قبل طبعا المستخدم على الجدول على بيانات اصلا هي موجودة او على سجل او مجموعة سجلات موجودة مسبقا في الجدول. واخيرا النوع الاخير وهو الفور ديليت او افتر ديليت، وسوف يتم انطلاق او سوف ينطلق هذا الاجراء بعد اجراء عملية او بعد تنفيذ عملية الحذف على سجل او مجموعة سجلات في الجدول. إذا نفهم أن التريجر هو عبارة عن إجراء ماشي ينفذ بعد حدوث جملة من التغييرات
على الجدول، سواء كانت هذه التغييرات سببها هو insert أو update أو delete. وأخيرا بالتعريف عندنا هو الجدول، أنه طبعا لابد من ذكر الجدول المستهدف، الجدول المستهدف في هذه العملية، لأنه كل سواء كان عند التغييرات، التغييرات سوف تحدث على ماذا؟ على جدول، وأيضا الإجراءات سوف تحدث بناء طبعا للجدول. الجدول المستهدف on table أي سيتم إطلاق إجراءات التريجر بناء لنوع التغييرات التي ستطرأ على الجدول أو مجموعات جداول. يعني إذا كان مثلا نقول نوع التغيير هو insert، سينطلق الفور insert. إذا كان نوع التغيير هو for update، عفوا update، سينطلق الإجراء trigger for update. إذا كان نوع التغيير هو delete، سينطلق الإجراء trigger اللي هو for delete. طبعا هذا بشكل نظري. خلينا نروح ننتقل أفرجيكم هيك على مثال بسيط شبه عملي قبل تنفيذ هذا الموضوع بشكل عملي بحت بقاعدة البيانات. خليني أفرجيكم على هذه الشريحة كيف بتتم العملية. إذا فتحنا عندنا هون شريحة، عندنا هنا جدول اسمه employee table، ماشي الحال، هذا الجدول المستهدف، ماشي الحال، وعندنا جدول آخر بعنوان events table. طبعا بهذا الجدول سوف تسجل الأحداث بناء للتريجر، يعني بناء لاستخدام أو الاستعانة بالتريجر. الجدول الأول employee table سوف يتعرض لمجموعة من التغييرات مثل الانسيرت والابديت والديليت، وسوف نرى كيف سوف تتم العملية. على سبيل المثال، لو مثلا نقول مثلا المستخدم قام بإضافة بيانات إلى الجدول employee table، بمجرد بعد طبعا إضافة البيانات وسوف نشاهدها، طبعا هذا يعني مثال تقريبي، بمجرد ما يضغط المستخدم على زر insert مباشرة ما الذي سيحصل؟ سوف يضيف أولا البيانات إلى الجدول، وفي نفس الوقت من خلال طبعا التريجر، لأنه أولا هون حدث التغيير الأول اللي هو insert، وانطلق بناء للتغيير insert انطلق الإجراء اللي هو for insert، وسجلنا في جدول events table الـ ideal event التاريخ، تاريخ الحدث مثلا، ونوع الحدث انه صار في عن عملية insert والبيانات ومن هو اليوزر الذي قام بإضافة هذا السجل الجديد إلى الجدول employee. هذا أولا بالنسبة للـ insert. بالنسبة للـ update، إذا ضغطنا على update على سبيل المثال، طبعا هو هذا الحقل هو نفسه الحقل، السجل هو نفسه السجل الأول، بس طبعا من باب المثال حتى لنوضح أنه قمنا مثلا بإضافة أو بالتعديل على السجل، ضفنا مثلا على الحقل أو على الحقل F2 ضفنا عليه هو first name، ضفنا عليه 1 2 3. بطبيعة الحال قمنا بالتغيير هنا، ونوع التغيير هو update، بالمقابل انطلق ماذا؟ الإجراء for update، وبالتالي قام بإضافة الحدث الجديد، وطبعا بنفس هون، عفوا هون مش لازم يكون event id 1، هون لازم يكون 2، هون خطأ فني، حط التاريخ وحط نوع الإجراء، النوع اللي هو update، وحطلنا التغييرات اللي حصلت، ومن هو المستخدم، هون مستخدم آخر، مستخدم مختلف أضاف أو عدل على السجل الأول اللي هو موجود بقلبه كريم صالح وعنوانه صيدا. طيب عند الضغط على delete، لو ضغطنا مثلا على delete، ما الذي سيجري؟ يقوم بحذف طبعا السجل من الجدول employee، وبالتالي سوف يضيف بعد عملية التغيير اللي كان سببها هو التغيير delete، مباشرة انطلق للتريجر اللي هو الفور ديليت، ماشي الحال، طبعا هذا 3 وليس 1، وحطلنا الايفنت ديت، وحطلنا نوع الاجراء، وقالنا انه مين هو المستخدم اللي قام بحذف هذا السجل. طيب خلينا نروح ننفذ هذا الموضوع بشكل عملي. سكر كل شيء قدامنا، نجي الى قاعدة البيانات.
طبعا انا عندي هون بقاعه البيانات انشات قاعه بيانات هيك بس على سبيل المثال اسمها تيست دي بي، وانشات داخل هذه القاعده جدول بعنوان امبلوي. ماشي الحال، جدول بعنوان امبلوي، وهذا الجدول يحتوي على مجموعه من الحقول اللي هو الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والادرس واليوزر نيم، والاي دي هو انكريمنتال، الاي دي هو انكريمنت. طيب كيف نحن هلا بدنا نعالج موضوع التريجرز؟ طيب حنيجي نعمل اول شيء عندنا هون هي كويري، نشوف اول شيء ستراكشر كيف حيكون شكل التريجر، كيف حيكون شكله. اول شيء حنستخدم اليوز تيست دي بي لانه نحن بنتعامل مع قاعده بيانات تيست دي بي. اول خطوه حنعملها هو حنعمل كرييت ونستخدم كلمه تريجر، تريجر استخدم الكيورد اللي هو تريجر، وبعدين حنحط اسم التريجر، حنحط مثلا اسمه insert employee، يعني حنعمل التريجر الاول اللي هو insert employee، insert employee يرصد لنا الامبلوي المدخلة او المضافة الى الجدول، هذا اول اسم التريجر. بعدين حنحط من هو الجدول المستهدف بهذا التريجر، الجدول المستهدف هو الـ employee، إذا حنحط له هون on، عفوا حط له on employee، إذا الجدول المستهدف هو employee. بعدين حنحط نوع، هون حنحط نوع الـ trigger، حيكون نوعه أولا بما إنه نحن قلنا اسمه insert employee، فحيكون نوعه for insert، أو ممكن نحطه بهذا الشكل after insert. كمان ما في مشكلة، اثنيناتهم بيأدوا نفس الغرض. طيب أنا حأستخدم الـ for insert، بعدين حنقول له as begin و end، هذا هو الشكل اللي مفترض نحن نشتغل فيه بهذا الشكل. أول شيء نعمل creation trigger ونسميها، بعدين نحط الجدول المستهدف بعملية trigger، وبعدين حنحط نوع trigger اللي هو insert وباقي structure. طيب هنيجي نكتب عندنا هون نعمل declaration، اول شيء نعمل declare المجموعة من المتغيرات. بس قبل ما نعمل declaration خلينا نروح ننشئ جدول، الجدول اللي حنخزن فيه الـ events. هنيجي نعمل table، نحط مثلا في event id، event date، event type، حط هون الفيرست نيم اللي موجود بجدول employee، حط اللاست نيم، نحط الادرس، ونحط اليوزر نيم. event id حيكون integer، خلي هذا date، هذا خلي انفار char، كمان هذا انفار char، كلهم انفار char، انفار char، سوري انفار char. هذا خليه يكون increment primary key، يكون increment بهذا الشكل. yes. خلينا مثلا نسميه employee عشان نكون شوي واضحين، employee events مثلا، او نسميه مثلا user events، ما في مشكلة user events. اوكي نعمل refresh، كمان عندنا هون نعمل ريفرش، ريفرش لوكال كاش. طيب اولا حنعمل ديكلير مجموعه من المتغيرات، ديكلير المتغير الاول هو الاف نيم، نوعه انفارشر. طبعا هذه المتغيرات اللي هي حتمثل، طبعا حتاخذ قيمها من الجدول امبلوي. هون ديكلير مثلا add a name and varchar، نوعه ايضا varchar، وهون declare add address varchar 50، واخر شيء declare add username. طيب جميل،
Covered chocolate. الآن هنروح نعمل بما أنه نحن هيدي المتغيرات ماشي، هيدي عنا لنا متغيرات بدها تاخذ قيمها لنا من الجدول مان امبلوي. لحديت هلا هيدي المتغيرات ما اخذت قيم، ما بدها تاخذ قيمها، حناخذ لها قيمها من الجدول امبلوي. طيب اذا جيت انا هلا كتبت select all from inserted على سبيل المثال، لاحظ هذا الانسرتد هنا، هلا لاحظ اذا جيت انا هلا كتبت inserted، هذا الجدول inserted هو عباره عن خلينا نعبر عنه بجدول وهمي يمثل الجدول employee بس، ولكن يمثل ماذا؟ يمثل البيانات او السجلات المضافه فقط، قلنا البيانات او السجلات المضافه فقط. طيب حنعطي المتغير الاول اللي هو الات اف نيم، حنعطيه انتو من قلنا من الجدول inserted الذي يمثل ماذا؟ الجدول employee، هو عباره عن جدول وهمي. نسميه مثلا هون في عندنا الاف نيم، لاحظ جبنا الاف نيم، بيجي عندنا الات النيم، النيم عندنا الات ادرس و ادرس، واخيرا الات يوزر نيم يساوي يوزر نيم. اوكي طيب بعد ما اسندنا القيم للمتغيرات من الجدول inserted الذي يمثل الجدول، يعني جدول الوهمي inserted الذي يمثل الجدول employee، الآن سوف نقوم بإدخال هذه القيم اللي حصلتها المتغيرات، حندخلها إلى الجدول user events. يعني حنجي نقول له insert into user events تحت bracket values، ونجي نقول له هون اولا في عنا الايفنت، عنا نحن بالجدول يوزر ايفنتس بقلبه اول شيء الحقل ايفنت ديت، طبعا ما حطينا الايفنت اي دي لانه اصلا هو انكم ما في داعي نحطه. ايفنت ديت في عنا الايفنت، الايفنت تايب نوع الحدث، بعدين نحط الاف نيم، نحط النيم، نحط الادرس، ونحط اليوزر نيم. طيب متغيرات، متغيرات اولا عندنا الايفنت ديت، حنقول له نعوضه بقيمه جيت ديت بالكيورد اللي جيت، الفانكشن اللي جيت ديت بيجيب لنا التاريخ الحالي. طيب الايفنت تايب حنقول له بما انه هي التريجر بيرصد الانسرت، حنقول له نوعه حيكون انسرت. طيب الفيرست نيم هو الات اف نيم، الفاريبل اللي هو الات اف نيم اللي اعطيناه قيمته من الجدول انسرتد، واضح؟ add of name نفس الشيء add of name add address، واخيرا add user name بهذا الشكل. وهيك بيكون نحن انتهينا من التريجر النوع الاول اللي هو for insert. عملنا هلا execute على سبيل المثال، وخلينا نروح نجرب ونشوف لما بنضيف سجل جديد على الامبلوي ما الذي سيجري. إذا ضفنا مثلا كريم مثل ما عملنا كريم صالح، مثلا صيدا، اليوزر نيم هو مثلا يوزر وان، هون تمت الإضافة، تمت الإضافة، خليني نسكر أو خليه مفتوح تريجر عشان أعدل عليه. طيب تمت الإضافة، إذا بيجي هلا أنا إلى اليوزر إيفنت إيديت توب 200 روز، حنلاقي إنه قام بإضافة إيفنت جديد بتاريخ الحالي، نوعه هو insert، والبيانات اللي نحن أضفناها الجديدة إلى الجدول employee. طيب لو بدنا ننفذ مثلا الـ update على سبيل المثال، شوف الـ update كيف بيكون على نفس التريجر، بس طبعا هون حنغير الاسم للتريجر، نحطه مثلا update employee، كمان حيكون الجدول المستهدف هو الـ employee، ولكن هون حنغير نوع التريجر حيكون هو update. حنخلي الانسرتد، حنخلي الانسرتد ما في مشكل، ونفس الشيء بس اللي تغير هو انه نحن غيرنا اسم التريجر وغيرنا نوع التريجر فقط لا غير، بس فقط هون حنغير نوع التريجر حيكون هو update بهذا الشكل، بنقول له execute.
نفس الشيء كمان خلينا ننفذ أول شيء الحدث، مثلا نعمل عملية update على كريم مثلا. لو مثلا احنا جينا هلا عدلنا هون على كريم مثلا، مثلا نفترض انه هذا يوزر 2 اللي قام بعملية التعديل على سبيل المثال. طيب لما نيجي هلا للايفنت edit top 200 rows هنلاقي انه سجلنا حدث تاني، هذا الحدث التاني نوعه update وحط لنا التعديلات، واليوزر اللي نفذ عملية التعديل على السجل. جميل. طيب بالنسبة للديليت، الديليت نفس الكلام، نغير الاسم نحطه مثلا ديليت امبلوي، هون نحط بدل الابديت نحط ديليت سوري. طبعا هون حنغير فقط بدل انسيرتد نحط جيب لنا اياه من جدول الوهم اللي اسمه ديليتد، من جدول ديليتد، ونغير فقط الاجراء عندنا هون نسميه ديليت مثلا او ديليتد ونقول له اكزكيوت. طيب حلو، هلا اذا بيجي انا بنفذ عملية مثلا، اول شيء خليني نضيف مثلا شيء سجل معين تاني مثلا سمير جابر مثلا بيروت، او مثلا يوزر 1 مثلا او يوزر 3 مثلا. هلا لما ضفنا هذا اليوزر نعمل edit، بنلاحظ انه حط لنا انه الحدث الجديد انه تم اضافة سجل جديد، النوع هو insert انه سجل جديد، واليوزر اللي ادخله اسمه user 3. طيب لو نحن مثلا قمنا بحذف السجل الاول، السجل الاول عذرا عباره عن employee، لو قمنا بحذف السجل الاول اللي هو كريم بنقول delete بنقول yes تم الحذف. لما نيجي الى اليوزر ايفنتس بنقول له edit top 100 rows هيحط لنا هون، لاحظ تم حذف كريم هون النوع الاجراء ديليت، واليوزر 2 هو اللي قام بحذفه. طيب بتقول لي هول تريجرز هن وين موجودين؟ لكن هن موجودين بالجدول المستهدف employee. لما نعمل expand للجدول employee بنلاحظ انه في عندنا هون فولدر اسمه تريجرز، لما بنفتحه بنلاحظ انه الانسيرت له تريجر خاص، الابديت له تريجر كمان الخاص المستقل، والديليت ايضا. هذا بالنسبة للتريجرز. ان شاء الله في الدرس المقبل بمنتدى فيجوال بيزك لكل العرب سوف نقوم بتنفيذ هذا التريجر على قاعة البيانات اللي عندنا اللي هي سيلد بي، حننفذها على نوافذ الادخال مثل البورتشيس ماستر، فاتورة المشتريات، بورتشيس ريكول، فاتورة المشتريات مرتجع. هننفذها على بيرسون كارد بطاقة الفرد أو الأفراد، هننفذها على الأيتم كارد بطاقة الصنف، هننفذها أيضا على سيل ماستر فاتورة المبيعات، سيل ريكورد ريكول عفوا اللي هي فاتورة مبيعات مرتجع، وعلى الفوتشر السندات. هننفذ هذه التريجرز كلها، طبعا هنحطهم نجمعهم كلهم هول الجداول في جدول واحد، يعني نسميه مثلا سيل ايفنتس مثلا، أو نسميه يوزر ايفنتس كمان ما في مشكلة، فينا نسميه هيك. ان شاء الله اكون وصلت الفكرة بطريقة سهلة عن التريجرز. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.